انطلاق الجولة الثانية من حوار السيسي مع القوى السياسية. النقد تقبل طعن مبارك على أحكام القصور الرئاسية. والجيش ينعي شهيد الواجب في سيناء ويقتل 10 من الإرهابيين. نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون النهار، أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم الجولة الثانية من حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية. وكان السيسي قد أكد خلال لقاء الأمس حرصه الكامل على عدم تدخل الدولة ومؤسساتها في انتخابات البرلمان، وأضاف خلال اللقاء أن انحيازه الوحيد هو للشباب، مشيرا إلى أهمية إشراكهم بشكل فعال في الحياة السياسية. ولمزيد من التفاصيل حول هذه اللقاءات ينضم إلينا هاتفيا الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر. دكتور صلاح، بعد التحية، كيف تسير هذه اللقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل الانتخابات البرلمانية؟ والله طبعا هو اللقاءات ابتدت بالأمس بلقاء الرئيس، عدد يقارب 20 حزب، وبيستكمل النهارده عدد آخر من الأحزاب. وعايز أقول إن هي يمكن كان اختيار الرئيس للتوقيت اختيار بالغ الأهمية واختيار بالغ التوفيق. في هذا التوقيت احنا خلاص يعني على مشروفة الانتخابات النيابية وكل الاحزاب المفترض ان هي تستعد، فكان الرئيس على فكرة اجتمع بكل الاحزاب وكان بيؤكد على حاجة، ان هو على مسافة واحدة من كل الاحزاب السياسية والتحالفات الكائنة، وان هو غير منحاز لاي احد باستثناء انحيازه الطبيعي زي ما انت ذكرت، انحيازه للشباب والاهمية تمكين الشباب والاهمية التدافع بالشباب في الانتخابات النيابية والمجالس المحلية. الرئيس كعادته يعني كان واضحا في اللقاء واكد على دعمه لاي عمل على فكره وطني، واكد في كلامه على اهميه مجلس النواب القادم في ظل الاختصاصات المتوفره ليه ومحدده ليه في الدستور، واهميه ان الاحزاب دي تسعى الى اعلام المصلحه الوطنيه على المصالح الحزبيه، واهميه ان الاحزاب تعمل سويا في اطار عمل جبهوي او ائتلافي، وان الكل يتنازل شويه لما فيه صالح البلد. الرئيس اكد او يعني اشار الى ما تردد عن دعمه او تبنيه لتحالف معين او لقائمه معينه، اكد انه ليس له علاقه باي قائمه وانه يدعم اي جهد وطني يتم، وطالب الاحزاب بتحمل مسؤولياتها والتوحد والعمل سويا في سبيل اعداد قائمة واحدة. وقال لو نجحت الأحزاب إن هي تتحمل مسؤوليتها وإن هي تعد قائمة واحدة هيكون من أول الداعمين ليها أمام المجتمع المصري. نعم، كيف سيدعم هذه الأحزاب إذا توحدت؟ بمعنى ماذا؟ لا يعني هو الرئيس مؤمن تماما بأن دور الأحزاب على فكرة هو التصدي للعملية الانتخابية. نعم. وخصوصا في 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 فيما يتعلق بالقوائم الأربعة. إنما وبيحاول يحفز دائما الأحزاب على فكرة، وكان ده يعني أنا كنت حاضر أحد اللقاءات قبل انتخابه مباشرة، واللقاء اللي كان معروف ودعا فيه كل التيارات السياسية والأحزاب السياسية، وأكد الرئيس على أنه مهم جدا أن الأحزاب تتعاون وتحاول تندمج وتحاول تتوافق وتحاول تقدم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة، وده كله على فكرة يعني كان في إطار خطاب هو الرئيس مؤمن بيه. يعني حتى الآن هو مؤمن باهميه ان ما ينفعش شباب بلد يبقى فيها 100 حزب وكل واحد شغال في طريق، يعني من المهم التوحد، من المهم التعاون، من المهم الائتلاف طالما الافكار قريبه يعني. نعم. الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، شكرا جزيلا لك. يستقبل الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف اليوم بطريرك الكنيسه الاثيوبيه متياس الاول، الذي يزور القاهره حاليا على راس وفد رفيع المستوى من الكنيسه الاثيوبيه. وكان بطريرك إثيوبيا قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وقام بعدد من الزيارات الأخرى. قضائيا، قبلت محكمة النقد الطعن المقدمة من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وعلى نجليه علاء وجمال 4 سنوات وتغريمهم 21 مليونا و197 ألف جنيه، وذلك في قضية قصور الرئاسة.
وقررت المحكمة إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة. وهاتفيا ينضم إلينا الأستاذ خالد دميري مدير تحرير جريدة الأخبار. أستاذ خالد، بعد التحية، هذا الحكم كيف تراه من وجهة نظرك؟ هو والله يعني خلينا نتكلم بشكل موضوعي، ان احنا اعتدنا ان محكمة النقض غالبا في الطعن الاول الذي يتم عرضه عليها، خصوصا في الاحكام الجنائية والقضايا الجنائية، بترى المحكمة لاسباب تتعلق بالشكل لا علاقة لها بموضوع الاتهامات او بالاتهامات الموجهة للمتهمين، الغاء الاحكام التي تصدر في المرة الاولى واعادة المحاكمة من جديد لمنح المتهم او منح النيابة العامة فرصة اخرى امام القضاء. فنحن أمام قضية ما زالت متداولة، ستعود ويتم نظرها من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة أيضا، ولكن بدائرة تختلف عن الدائرة التي نظرت القضية في المرة الأولى. نعم، هل يعني ذلك أن مبارك سيتم إخلاء سبيله هو ونجليه جمال وعلاء؟ مبارك ونجليه جمال وعلاء الآن بعد إلغاء هذا الحكم وإعادة المحاكمة من جديد لم يعودا مطلوبين على ذمة أي قضايا الآن. هناك تحقيقات تجري معهم في قضية الكذب غير المشروع، هناك إعادة محاكمة في هذه القضية، هناك طعن بالنقد في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير والفساد المالي، ولكن كل هذه القضايا قضى جمال ومبارك ونجلي فيها مدة الحبس الاحتياطي، وبالتالي فلا يوجد الآن أحكام واجبة النفاذ على المتهمين، ويمكن سبيلهم مع استمرار إجراءات المحاكمات واستمرار المحاكمات في طريقها الطبيعي. نعم، الأستاذ خالد ميري مدير تحرير جريدة الأخبار، شكرا جزيلا لك. كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و34 متهما من قيادات الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية، وذلك بالاستماع لمرافعة المتهم خيرة الشاطر. كما تضم المحكمة البرقيات المرسلة من المتهم الخامس محمد رفاعة الطهطاوي. أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكري مقتل 10 عناصر إرهابية في إطار حملة مداهمات شملت مناطق العريش الشيخ زويد رفح بمشاركة الشرطة المدنية لمحاصرة ومداهمة المناطق المحتمل اختفاء النقيب أيمن السيد إبراهيم الدسوقي بها. وأشار المتحدث في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك، أشار إلى أنه تم العثور فجر اليوم على جثة الشهيد النقيب في منطقة جنوب المقاطعة بعدما قامت العناصر الإرهابية بقتله، وجاري استمرار محاصرة ومداهمة المناطق المحتمل وجود هذه العناصر بها للقبض على ما تبقى منها وتطهير المنطقة بالكامل.